سلام صلى العيد في مكة وفطر على مائدة الملك. الأعياد للأولاد. ومنهم من لا يمر العيد عليه. ما فرقت عيد أو مش عيد، مثل هالأيام عنا. صبيحة العيد أطفال بلدة الزهراء شهداء، وحلب بين خلافات الحلفاء. الحد من النفوذ الإيراني في سوريا وليس إزالته. تقرير تشيلكوت حول الحرب على العراق، توني بلير مذنب. صباح الخير. للمرة الأولى توحد العلماء سنة وشيعة على رؤية هلال واحد لا هلالين، فتوحد العيد. على الرزنامة الرمضانية ثبت بالوجه العلمي أن الثلاثاء كان أول أيام عيد الفطر، وعلى الرزنامة السياسية أخروه ليوحدوه. فالتلاعب بالزمن وتقديم عقارب الوقت يوما لتوحيد العيد قد لا يحتسب في عمر أمة اختلف بصرها مع بصيرتها في الاتفاق على رؤية هلالها. لكن الهلال الواحد ما كانت رؤيته لتكتمل بعين مجردة، بل بمسبار إيراني سعودي، وعليه فقد ثبت بالوجه الشرعي وجود اتصالات بين قطبي المسلمين، ربما يكون مؤشرا لتوحيد الرؤية الزمنية بعد الدينية، وقد تستتبع برؤية سياسية يتنزل وحيها من صلاة عيد وقف فيها تمام سلام جنبا إلى جنب مع الملك السعودي. فسلام اعتمر وسلم وصلى وأفطر مع الملك، ومن يدري فربما رمى عن كاهله ثقل الملف الرئاسي ووضعه بين يدي العاهل السعودي، وسعى سعيه لحمله على خلاص لبنان وتسهيل مهمة الخروج من فراغ دام سنتين وشهرا والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. لكن العيدية دونها عقبات وأصوات قد تخرج ممن أصيبوا بالعقم في الرؤية وفي التحليل، وتنبري جماعة من تيار المستقبل لتردد لازمتها الشهيرة بأن حزب الله هو المعطل في الملف الرئاسي. وبحسبة سياسية بسيطة فالكل متفق أو متوافق على العماد ميشيل عون، من حزب الله إلى جعجع إلى فرنجي الذي ما أسقط الجنرال رئيسا من حساباته، إلى شرط القبول رضا جنبلاط، إلى عودة المياه إلى مجاريها ولو من قنوات النفط بين الرابي وعين التيني التي زارها عون مهنئا بري بالعيد. وعليه فقد ثبت بهذا الوجه أن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري هو المعطل، وما عجز عنه الحريري لدى العائلة المالكة قد يشترح معجزته سلام من يد الملك. وإذا كان أهل مكة أدرى بشعابها فأهل السياسة في لبنان لا يدرون ما يفعلون. وإذا كان طرح السلة المتكاملة لبري تفكيكا للدولة بحسب تيار المستقبل، فأن التيار نفسه يضرب أخماس الدستور بأسداس الطائف ويرفض إجراء الانتخابات على أساس نسبية في المحافظات، شأنه شأن كل القوى التي ستفقد موازين قواها فيما لو أقر قانون جديد للانتخاب، وهي تهرب إلى الأمام واضعة عربة الستين أمام حصان التمديد، وهما خياران أمرهما مر وعلى الدستور السلام. في لبنان السلاح لعبة العيد. يبدو أن صدى هذه الأغنية أضاع مساره، فحولها صغار اليوم إلى علو البنادق. تجول في شوارع بيروت فترافقك أصوات طلقات مسدسات ودوي المفرقعات، تقترب قليلاً لتجد أولاداً كبيرهم لا يتعدى 12 عاماً يلعبون بمسدسات ورشاشات بلاستيكية وألعاب نارية، صغار يهوون لعبة الموت. هؤلاء زعماء الحرب المزيفة. ما في
شيء نوع لعبة تانية معقول تكون أحسن من السلاح؟ لا، ما في أحلى منه. نحن هيدا كنا نلعب فيه من صغرنا. ضيعت المصاري لحتى أروح أشتري العيدية، لحتى أروح أشتري البارودة. أنا ضيعتني حقها عشان أشتريها واليوم اشتريت. أنتوا عم تلعبوا فيها بتوجعوا بتأذوا بعضكم؟ متبجع شوي، بس المرح بشيل الوجع. لابد أن مالك كبر باكراً ليدرك معنى هذه العبارة، إلا أن اللوم يقع أيضاً على أولياء هؤلاء الصغار الذين مهدوا لهم طريق اللعب بالنار. بارح جبت لأولادي بواريد كلها كسروها، واليوم بواريد جديدة بعد ما مبسوطين فيهم. إذا الأولاد كلها عم بتلعب بهالشيء هذا أكيد بدهم يلعبوا مثل الأولاد، يعني صبي ما بينبسط إلا بالبارودة بده يقوس. يعني بالمبدأ أنا أكيد منخاف، بس أنه ولد تعرفي أنت منطقة شعبية، يعني ما فيكي تزربيه بالبيت تخليه بالبيت، وبتعرفي ظروف الحياة صعبة، ما فيك من صغير تاخديه ملاهي أو شيء يتسلى. عندنا سلاح أخطر من الفرقاع، يعني واحد بيتجوز بيأوصله 30 ضرب، ما بتعرفي رصاصة وين بتروح. يعني ما عم بيكون أولادكم عم يربوا على هالثقافة كمان؟ صح صح، لكن أنا ما بحب هالثقافة، ما بحبها شو، بس أوقات بتضطري ظروفك إنه ما بتسمح لك إنه تكوني أحلى من هيك، عرفتي؟ يعني ما في كمان تكبتي للولد تحطيه بقلب البيت. يدرك الكبار أنهم يورثون صغارهم عادات قاتلة ذات آثار نفسية وافرة، آثار تتحول على مر الأجيال، فينقلب رصاص الخرز رصاصاً حياً وطائشاً، وساحة اللعب قد تتحول إلى ساحة معركة حية. الأولاد جهزوا عتادهم الرمضاني لتبدأ جولة جديدة من معركة وهمية أبطالها صغار يتدربون على لعبة الحرب وكبار يمولونها. ليال سعد، قناة الجديد. جنود مجهولون لا يمر العيد عليهم، وعيديتهم الوحيدة ابتسامة. ما فرقت عيد أو مش عيد، مثل هالأيام عنا، هيدا وجبنا نكون حد العالم بس. لا تنكفئ صافرة الشرطي عن الانطلاق في أيام العطلة الرسمية، هو واحد ممن امتهنوا العمل في عيدهم. هؤلاء يرون العيد من بعيد، لكن ابتساماتهم تكاد تشعرك بأنهم أول المعيدين. شرطي السير يمضي العيد على الطرقات ملوحا كأنما يحاول توزيع فرحة الأعياد على العابرين. هيدا شغلنا وهيدا وظيفتنا، وظيفتنا أنه أول شغلة ننظم السير ونعطي نظام يعني للشعب وللمواطنين ونأمن الحماية. أما الذين يضيفون النكهة إلى الأعياد فلهم حكايتهم. الابتسامة التي لا تفارق وجوههم هي بالنسبة إلى الزبائن فاتحة الشهية. نحن أكشن مبارح عطلنا، واليوم نحن موجودين هون لحتى نعطي الفول سيرفيس اللي العالم بدها إياها، لحتى تكون حاسة بجو العيد هي وعيالها، ما تكون ببيوتها معجوعة، حتى تاخذ كل وقت بالعيد الموجود لحتى تنبسط قد ما فيها. آخرون اختاروا الواجب مهنة، هؤلاء تطوعوا للخدمة وتلبية نداء الاستغاثة خارج رزنامة الأيام، دوامهم كما المرض الذي لا توقيت له. أنا مبسوط أني هون بهذا المحل، لأنه أخلاقنا وإنسانيتنا بتملينا أنه نكون بهذا المحل وعم نلبي المهمات الطارئة وغير طارئة أي مريض بشكل يومي على مدار الساعة 24. قد يرى البعض أن لكل عمل ضرورات ومحظورات قد تتيح الأعياد في مهن عدة، لكن ابتسامة شكر تكفي لتكون عيدية من حرم العيد. حسان رفاعي، قناة الجديد. أدى رئيس الحكومة تمام سلام صلاة العيد في مكة المكرمة إلى جانب الملك السعودي، وقدم تعازي بضحايا الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في السعودية، مؤكدا تضامن لبنان مع المملكة في معركتها ضد الإرهاب الذي أثبت باعتدائه على الحرم النبوي الشريف أنه لا يقيم حرمة لأي نفس بريئة أو مكان مقدس أو مناسبة إسلامية فضيلة، وأنه لا يمت إلى الإسلام والمسلمين بصلة. سلام أعرب عن ثقته بأن المملكة ستنتصر بقوتها وبوحدة أبنائها على الإرهاب
الظلامي الذي يلحق ضررا كبيرا بصورة الإسلام، وستبقى كما كانت قبلة المسلمين ورائدة الاعتدال وحاملة لواء التضامن العربي والإسلامي. وكان سلام قد أدى في الليلة الأخيرة من شهر رمضان مناسك العمرة في الحرم المكي الشريف. زار النائب ميشيل عون رئيس نبيه بري مهنئا بعيد الفطر، وجرى عرض للتطورات الراهنة. وكان عون قد زار مفتي الجمهورية حيث أكد التواصل مع تيار المستقبل. لم ينفي رئيس كتلة التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون تواصله الدائم مع تيار المستقبل، وذلك بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى مهنئا إياه بعيد الفطر. نحن دائما بتواصل، صحيح أنه كان في خلافات سياسية، ولكن ظلت علاقتنا علاقة سليمة على الصعيد الاجتماعي والإنساني. بقى ما تستغربوا الشيء أنه يستمر. كيف علاقتكم اليوم بدولة الرئيس نبيه بري؟ كمان امبارح كان وزير الطاقة السابق عنده حتى يتفقوا، واتفقوا على أشياء كثيرة بتسر جميع اللبنانيين وبتساعد بعتقد على كمان تفاهمات أخرى في قضايا كثير عالية. وعند سؤاله إن كان يتوقع انتخاب رئيس للجمهورية في القريب العاجل، أجاب عون بإن شاء الله، مشيرا إلى أنه يتمنى التفاهم بين الأقطاب السياسية لما لأزمة الشغور الرئاسي من تداعيات على أصعدة عدة. ألقت مفرزة استقصاء الجنوب القبض على المواطن رائد نمر ناصر من مواليد عام 81 من بلدة القنطرة الجنوبية، والذي يعنف ولده البالغ 4 سنوات باستعماله آلات حادة، كما يقوم بحرقه بأعقاب السجائر. التحقيقات جارية مع الوالد المعنف بمتابعة المدعي العام في النبطية غادة أبو كروم، بينما كلفت مندوبة من الأحداث الإشراف على وضع الطفل. على صعيد آخر، أوقف الجيش اللبناني مساء عند حاجز دير عمار في الشمال الناشط الإعلامي السوري أنس إدريس، والمعروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأحمد القصير. في سوريا استشهد طفلان عبد العزيز حافظ حمزة ورشيد قاسم خليل، وأصيب عدد من المدنيين بجروح إثر سقوط قذائف صاروخية مصدرها المجموعات المسلحة على الأحياء السكنية في بلدة الزهراء في ريف حلب الشمالي. إشارة إلى أن الجيش السوري أعلن بدء تطبيق نظام التهدئة على الأراضي السورية مدة 72 ساعة من 1 ظهر أمس الأول ولغاية منتصف ليل 8 من تموز. في المقابل أعلن الجيش الحر التزامه هذه الهدنة في حال التزمت بها الحكومة. إن كانت دمشق قد وحدت الإيرانية والسورية والروسي في معركة واحدة، فإن حلب قد تخلق تباعدا بينهم لتضارب المصالح الإقليمية بتلك الدولية. مدينة حلب العاصمة الاقتصادية السورية بات بيدها الآن مفتاح الحل للأزمة، وقد تكون في الوقت عينه لب المشكلة بين الثلاثي الروسي والإيراني والسوري، لا سيما أن النظرة الاستراتيجية بينهم مختلفة وقد تتضارب، وهذا ما تظهره حركة الميدان في الأيام العشرة الماضية. روسيا اليوم لاعب إقليمي في سوريا، تركيا لاعب إقليمي في سوريا، وبالتالي التفاهمات ممكن تصير بين بعضهم على مواضيع أهم من سوريا، بتتعلق بالبحر الأسود، بتتعلق بأرمينيا وأذربيجان، بتتعلق بالعلاقات الاقتصادية، بتموين تركيا بالنفط والغاز. هالعلاقات هيدي بتحكم ما سيحصل في حلب، وبالتالي من غير المنتظر أنه يصير في تطويق لحلب الشرقية وفقا للمعطيات الحالية الدبلوماسية والعسكرية. في مقابل مصالح المثلث الذي يجمع موسكو وطهران ودمشق، هناك المصالح الأمريكية التي دخلت أرض المعركة جوا وبقوات برية خاصة محدودة. وعليه بالنسبة إلى المتابعين لهذا الملف، في لعبة الأمم تنتفي المصالح الإقليمية عند تلاقي مصالح الأقطاب. بالنسبة لإيران بقاء النظام وبقاء هي عندها نفوذ بشرق المتوسط حيوي، بالنسبة لموسكو سوريا مهمة ولكن مش حيوية، في عندها مناطق أخرى بالعالم حيوية أكثر بكثير، اللي هي أوكرانيا وأوروبا الشرقية وكل الدول اللي بتوقع حدودها مثل أرمينيا وأذربيجان. هلأ من مصلحة الروسي الحد من النفوذ الإيراني في سوريا وليس إزالته، لأنه كمان روسيا في عندها أهداف منها ضغط على الولايات المتحدة. وجود إيران في سوريا هو عامل ضغط على الولايات المتحدة، ولكن عيار هالضغط
لازم يكون بإيد موسكو، وبالتالي مسموح لإيران البقاء في سوريا، مسموح لإيران القتال في سوريا، ولكن غير مسموح لإيران بالتعارض مع المصالح الروسية. يعني مثلا منشوف أنه باتجاه جنوب ما في نفوذ إيراني باتجاه الحدود الإسرائيلية، ومنشوف أنه التفاهم بين موسكو ونتنياهو على أحسن بأحسن أيامه. نفس الشيء بالنسبة للحدود التركية، وبالتالي الروس عم بيحطوا للإيرانية حدود معينة للتدخل تبعهم بسوريا. التقاء الجميع على محاربة الإرهاب في سوريا لا يسمح للقوى الإقليمية بفرض شروطها، وتصاعد النفوذ الإيراني في مقابل الخليجي ليس إلا لخلق معادلة جديدة في الشرق الأوسط ليبقي إسرائيل المستفيد الأول. باسل العريضي، قناة الجديد. بعد الإعلان هويات المكبات. أهلا بكم من جديد. كيف حصلت مكبات النفايات على أسمائها؟ مجددا موضوع النفايات، بس بدي أحكي بشكل خاص على موضوع الكارانتينا. الكارانتينا اسم يدل على المرض لأنه في الأساس يعني الحجر الصحي، أما غيرها من الأسماء فتغيرت دلالاته الجميلة وبات يخيف اللبنانيين في ظاهره الجديد. بتسموه كوستا برافا، بتسموه غدير، بتسموه أزاعي، بتسموه بدكن. نحن بنعرف بأرض شويفة. ما زال اسم كوستا برافا في إسبانيا يدل على واحد من أجمل شواطئ العالم، وما زالت تفوح منه رائحة الصنوبر على عكس الكوستا برافا اللبنانية التي كانت من أجمل الشواطئ، لكنها اليوم تعيش تجربة جديدة تفوح منها رائحة النفايات. وشواطئ النورماندي الفرنسية خلعت عنها رداء الحرب لتترك في ذاكرة الفرنسيين بحرا نظيفا، أما النورماندي اللبنانية فرميت في قعرها النفايات السامة. والمنطقة التي سميت ببرج حمود تيمناً ببرج المراقبة الذي يعلو الجسر اليوناني في الخمسينيات على فيها جبل النفايات، والناعمة سميت بذلك دلالة على جمالها، لكنها اليوم باتت تخيف كل من يعيش فيها. هاي المناطق بطلت تدل على حالة من خلال اسمها، صارت مربوطة بأذهان الناس بالواقع المعاش اللي هن شايفينه. يعني صارت في مناطق معينة هي مكب للنفايات، صارت براس الناس إذا بتقولوا النفايات بيقولوا لك المنطقة كذا، نفايات بيقولوا لك المنطقة كذا. النعمة أول شيء، والكارانتينا والنورماندي، بتذكر النعمة، بتذكر كوستا برافا، برج حمود أكيد. ما بقى المنطقة فعليا تعبر عن حالة وعن تاريخها مثل ما هو كان، وهذا شيء كتير خطر، لأنه مع الوقت فينا نحكي عن شيء اسمه تشويه للذاكرة الجماعية تبع الناس. على أمل أن تجد الدولة حلا لأزمة النفايات قبل أن تطمر النفايات الذاكرة. ليال بوموسى، قناة الجديد. حرش بيروت يفتح أبوابه أمام فرح العيد، ورواده يتأرجحون بين الماضي والحاضر. لمن خانته الذاكرة أو تلك التي أثقلتها الحياة بهمومها، قد تعيد هذه الصور لحرش بيروت بعضاً من الزمن الجميل وحكاية هذه المساحة الخضراء الوحيدة المتبقية في مدينة الشرائع التي يعود تاريخها إلى قرون. ويقال إنها كانت وقفاً على الآلهة الأسطورية عشتروت، إلهة الحب والجمال، إلا أن هذا الحب والجمال لم يدم في زمن الحروب، لا سيما الأهلية منها التي قضت على معظم المنطقة الحرجية بفعل النار وفوضى الإسمنت، وكل ما تبقى لفرحة العيد أمطار قليلة تحمل ذكريات كثيرة. خطوة جيدة جدا، يعني نحن بالنهاية عم نعمل كل هالشيء هيدا منشان الأطفال تكون هي السعيدة. كان في الزحليطة العنكبوتية وحوالي يقعدوا أهالي بيروت يجيبوا معهم أكلات تراثية، واحد الجنة، بابونم تفاح معلل، بس كله مشان الأطفال هيك بيحسوا إنه في شوية فرح شوية سعادة. بين الماضي والحاضر ضاع العيد بين الأمن والضائقة الاقتصادية، أما فرحة الأهل فلا تراها إلا بعيون أطفالهم. مبسوطة أنت بالعيد هالسنة؟ إيه كتير، كل عام وأنتم بخير. أنا كل يوم بالعيد بجي هون.
في اولاد تلعب، في هنيك ملاعب وهون شجر، يعني بيجي بيقعدوا الاولاد بيتنفسوا هواء نظيف. نحن بننطر لايش العيد حتى نفوت بالملاعب ونلعب. كل عام وانتم بخير. والله قصص كمان كتير حلوة، ألعاب حلوين. هنا في حرش بيروت لا مكان إلا للفرح، وجوه تخلع عنها الأحزان والمآسي وقلوب توحد الصوت. اتركوا لنا تراثنا وتقاليدنا، لا تعبثوا بمتنفسنا الوحيد، على فرحة العيد لا تصبح مجرد ذكرى. رواند أبو خزام، قناة الجديد. محاربة الإرهاب تطغى على خطب العيد. أجمعت خطب عيد الفطر على ضرورة محاربة الإرهاب، وخصوصا بعد تفجيرات السعودية، وكان كلام موجه إلى الداخل اللبناني. ويتحدث عديدون في الآونة الأخيرة عن خوف المسيحيين المصيري، والواقع أنه من حقنا جميعا أن نخاف، فتداعي إدارات الدولة وتصدعها يتركنا جميعاً بدون مظلة حامية، ولا يمكن أن يكون هناك أمن ذاتي في بلدنا، وإلا أصبحنا في شريعة الغاب. إن مواجهة هذا الإرهاب التدميري تفترض كل الجهود والطاقات، هي لم تعد وظيفة جماعة أو دولة، بل لا بد من تضافر كل الجهود وتعاونها أن تبذل كل ذلك، لما بات يؤثر على كل واقعنا. ومع المقاومة التي تواجه الإرهاب والتكفير داخل لبنان وخارج حدوده، بعدما تثبت أن مواجهة هذا الخطر باتت ضرورة وطنية وقومية وإقليمية ودولية، وهذا لا يكفي إذا لم يكن مترافقا ومتزامنا مع إصلاح سياسي حقيقي يبدأ بإقرار قانون انتخابي يعتمد النسبية. في سجن رومية مبنى الموقوفين باء أقيمت الصلاة برعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار الفتوى. إشكال على أفضلية مرور تطور إلى معركة بالرصاص الحي في بلدة الدوير الجنوبية، ومطلق النار وقع ضحية. هذه الرصاصات على جدران هذا المنزل هي نتيجة اشتباك حصل بعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، نتيجة خلاف على أفضلية مرور بين أحمد أسعد قانصو وشاب من آل لمع في بلدة الدوير قضاء النبطية. المشكلة صارت الساعة 8 إلى ربع عشية، ابني كان على موتسيك هذا الصغير، انزعج هو من صوت الموتسيك، أبقى ما أطلق النار. إحنا نفذنا الطرق القانونية، طلعنا على المخابرات الجاج وفدنا أنه تقوص على ابني. شو الساعة 1:30 على شهود عيان كنا غفلانين، بيجوا ناس اثنين على موتسيك بيعملوا رفار 30 طلقة على قلب البيت. بيجي الدرك بقول له امشي روح نعمل إفادة بالمخفر، نعمل إفادة بالمخفر، بيرجع بهجوم تاني كمان، هو مع مسلحين كمان بيعمل هجوم تاني، بالصواب خيب الهجوم، بالصواب جارنا عسكري كمان. بعد إصابة شابين من آل لمع ومطلق النار أحمد قنصو، نقل الجرحى إلى مستشفى الشيخ رغب حرب في تول، إلا أن قنصو وبحسب الرواية الأمنية حاول الاعتداء على المصاب من آل لمع، ما دفع بأمن المستشفى وعناصر استخبارات الجيش إلى التدخل. وعند محاولة قنصو سلب سلاح من عناصر الجيش لاستعماله، حصل تبادل إطلاق نار ما أدى إلى مقتل قنصو البالغ 30 عاما. راح حي على المستشفى، هو الضحية راحت على المستشفى، وصار المشكلة طلعت دورية للجيش فوق، اشتبكوا دورية الجيش بقلب المستشفى وصار اللي صار. وهو قاله ثوابق قبل مرة مقوس وعامل، يعني ما على شيء، يعني لا نموت محنا أو يموت 30 40 واحد لحتى تضبوا الدولة. الله 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 على كل حال، شو بدي والله، حقنا عند الله وبس هيك بقول. ظاهرة انتشار السلاح بين المواطنين واستعماله في الإشكالات تتسبب بخسارة أرواح المواطنين يوما بعد يوم. الدوير شيعت الضحية أحمد قنصو، والأدلة الجنائية أنهت عملها، والتحقيقات جارية بيد القضاء المختص، في حين ينتشر الجيش في البلدة تحسبا لأي ردود فعل على الحادث. مستشفى المشرق يتكفل بالطفل شربل ويقدم له جائزة تعفيه من وخز الإبر لفحص نسبة السكري.
وين مازال حلوه. يكافح الطفل شرب المرض السكري بكل ما أوتي من قوة ومنضاف جسده الطري يستمد الحياة، وكثيرون مثل هذا الطفل حضروا إلى مستشفى المشرق ليطلعوا على أحدث التكنولوجيات التي تساهم في مكافحتهم المرض. وكان شربل ممن حالفهم الحظ فتكفل به مستشفى المشرق وقدم له آلة لفحص السكري تعفيه من وخز الإبر. أخذنا وعد على حالنا بالتوأمة مع مونبولية أنه كل شهر بدو يجي محاضر بروفيسور طبعا بآخر بالأبحاث. الحمد لله أنه فيها الجسر الصغير يلي بيننا وبين مونبولية يلي هن مسعدين يساعدونا ولا مرة رفضوا شيء. هذا دورنا أنه عم نعمله إن شاء الله ننجح فيه دايما، حنكفي سوا. بتزين بلا مشاكل أصابية ومرة بس مش أكتب، كل 14 يوم بغير الإبرمار. بنصحهم إنه يكفوا وما يخافوا من السكر ويتعالجوا مظبوط وما ينسوا العلاج. إنه شيء كتير أرياح لأنه أسهل لقله، يعني تخيلي عم يلعب تعا بتجيبي، هلأ لا صار أريح أنك بتمرقي له وبتعرفي السكر قدي وبتعرفي كمان شو بدك تعملي. وبعد دواء السرطان الجديد وتقنيات فحص السكري يتابع مستشفى المشرق بالتعاون مع جامعة مونبولية الفرنسية مساعيه لتكون تقنيات الطب الحديث في متناول لبنان. بعد الإعلان، بريطانيا كادت تسجن ليفني. أهلا بكم من جديد. بعد ساعات على بث الإعلام الرسمي تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد لقناة اس بي اس الأسترالية عن مساع أوروبية وغربية عموما لفتح قنوات اتصال وتعاون أمني سري مع دمشق، نقلت صحيفة الوطن السورية أن وفدا أمنيا سوريا رفيع المستوى قام بزيارة روما الأسبوع الماضي والتقى كبار المسؤولين الأمنيين الإيطاليين. وترأس الوفد مدير إدارة الاستخبارات العامة اللواء ديب زيتون، يرافقه عدد من الضباط. استمرت زيارته يومين والتقى في روما نظيره وعددا من المسؤولين الأمنيين. وأضافت الصحيفة أن طائرة خاصة حكومية إيطالية أقلت الوفد السوري من وإلى مطار بيروت، وتعد هذه أول زيارة لمسؤول أمني سوري رفيع إلى عاصمة أوروبية، علما أن مصادر سورية إعلامية سبق وتحدثت عن وفود أمنية أوروبية عدة زارت دمشق، منها وفود ألمانية وبلجيكية وإسبانية وحتى فرنسية. أكد رئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي باراك أوباما أهمية استئناف المفاوضات السورية تحت الإشراف الدولي. وبحسب بيان صادر عن الكرملين، أعلن الرئيسان استعدادهما لزيادة التنسيق العسكري بين موسكو وواشنطن في سوريا، موضحا أن بوتين حث أوباما على الإسهام في فصل المعارضة السورية المعتدلة عن جبهة النصرة وسائر الإرهابيين. وقع انفجار ضخم في أكبر مصنع للبتروكيماويات أبو علي سينا في مدينة ماهوشهر الإيرانية على ساحل الخليج، وأدى الانفجار إلى اندلاع النيران في أحد أقسام المصنع واحتراقه بالكامل، وأسفر عن مقتل 2 من العمال. وقد هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وقامت بإخماد الحريق والحؤول دون تمدده إلى أقسام المصنع الأخرى. توني بلير يقر بمسؤوليته عن أخطاء حرب العراق. قرار غزو العراق لم يكن صائبا، هذا ما خلص إليه تقرير تشيلكوت بعد 7 سنوات على تأليف اللجنة التي تولت إعداد التقرير. وعليه فأن توني بلير رئيس مجلس الوزراء الأسبق بات معرضا للمحاكمة أكثر من أي وقت مضى. الرجل الذي تولى زمام أمور اللجنة الرباعية الدولية لإحلال السلام في الشرق الأوسط وتربع طويلا على عرش الفساد تحول إلى مجرم كشفت فضائحه المادية والسياسية على مرأى ومسمع شعبه. تقدير حجم تهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية جاء من دون مبررات مؤكدة. بريطانيا أضعفت سلطة مجلس الأمن في التصرف من دون الحصول على تأييد الأغلبية للتحرك العسكري. الأسس القانونية للتدخل العسكري البريطاني في العراق ليست مرضية. وجرى تحذير بلير من أن التحرك العسكري سيزيد نشاط القاعدة في بريطانيا، وهو بالغ في تقدير قدرته على التأثير في القرارات الأمريكية في العراق. السياسي البريطاني المحنك حاول تجاوز تقرير تشيلكوت بأقل الأضرار الممكنة، فحمل نفسه المسؤولية ونبه من جهة أخرى من الإرهاب الذي يضرب المنطقة.
أتحمل المسؤولية الكاملة لأي أخطاء دون استثناء أو عذر، واتخذت قرار خوض الحرب في العراق بنية خالصة، ولا أعتقد أن إطاحة صدام حسين هي سبب الإرهاب الذي نراه اليوم في الشرق الأوسط وغيره. الشارع السياسي البريطاني انتظر طويلا تقرير لجنة التحقيق عن ضلوع بريطانيا في حرب العراق عام 2003، وكان التقرير قد أجل عام 2009، ما دفع عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق إلى توجيه إنذار إلى السلطات تحت طائلة الملاحقة القانونية. واليوم بعد 7 سنوات على تأليف اللجنة ينتظر أن يأخذ القضاء مجراه في محاكمة بلير لتضليله شعبه في حرب العراق، وهو ما ينتظره كذلك في حال فتح ملف مشاركة بلاده في حرب ليبيا. بصفتهم مجرمي حرب، يواجه عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين خطر التوقيف بمجرد دخولهم الأراضي البريطانية، وهؤلاء هم وزير الحرب السابق شاول مافاز، قائد أركان الجيش السابق موشي علون، رئيس الشباك السابق أفي دختر، عضو الكنيسة عمير بيريتس، أما الوزيرة السابقة سيبي ليفني فنفدت بريشها. قامت السلطات القضائية البريطانية باستدعاء عضو الكنيسة الإسرائيلي تسيبي ليفني للمثول أمامها للتحقيق في دورها بجرائم حرب ارتكبها العدو الإسرائيلي في عدوان الرصاص المسكوب عام 2008 على غزة حينما كانت وزيرة للخارجية، غير أن الحكومة البريطانية تدخلت في العمل القضائي وألغت الاستدعاء بعد تدخل جهات إسرائيلية مختلفة مانحة ليفني صفة رسمية لزيارتها. ومع أن الموضوع بقي سرا حيث جرى حله عبر القنوات الدبلوماسية، إلا أن ليفني اضطرت إلى التطرق إليه في مؤتمر صحيفة هآرتس الإسرائيلية الذي عقد في العاصمة البريطانية، وقالت: إننا نحترم ما تفعله بريطانيا ضد الإرهاب العالمي، وإسرائيل منفتحة أمام كل وزير بريطاني لزيارتها من دون تعريضه لأي أسئلة حول قراراته في الكابينت. أنا ودولة إسرائيل ننتظر أن يحترم إسرائيل هنا. مع العلم أن العدو قد طلب مرارا من الحكومة البريطانية تعديل القانون البريطاني بشأن الصلاحية العالمية، والذي يسمح للمحاكم هناك بملاحقة متهمين بجرائم حرب، وعدلت بريطانيا جانبا من القوانين، لكن كما يبدو هذه التعديلات ليست كافية لمنع قضاة من ملاحقة إسرائيليين. وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها ليفني لمحاولة اعتقال، فقبل أعوام جرى تهريبها من العاصمة البريطانية بعد تدخل السلطات هناك لمنع تنفيذ أمر اعتقال كانت محكمة محلية قد أصدرته، وفي عام 2009 كانت محكمة بريطانية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق ليفني بعدما قدم ناشطون فلسطينيون طلبا في هذا الشأن على خلفية دورها كوزيرة خارجية خلال هذا النزاع. كان في هذه النشرة سلام صلى العيد في مكة وفطر على مائدة الملك. الأعياد للأولاد. ومنهم من لا يمر العيد عليه. ما فرقت عيد أو مش عيد، مثل هالأيام عنا. صبيحة العيد أطفال بلدة الزهراء شهداء، وحلب بين خلافات الحلفاء. الحد من النفوذ الإيراني في سوريا وليس إزالته. تقرير تشيلكوت حول الحرب على العراق، توني بلير مذنب. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.